قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو إن شاء الله راح يكون أهم فيديو عندي على القناة بالنسبة لسائقي الشاحنات هنا في بريطانيا. ولكن إذا أنت من نوع الناس يلي بتشاهد أول 10 ثواني من الفيديوهات أو أول 20 ثانية بعدين بتجي لتحت على التعليقات تسب وتتكلم بكلام ما كويس، ما في داعي تتفرج على قناتي، ما في داعي أصلا تكتب لي تعليقك، ولا في داعي تعطيني رأيك أصلا. يا أما أعطي رأيك بأدب واحترام يا أما بلا، ما عندي مشكلة أنا يكون عندي واحد رأي غير رأيي، بس عبر عن رأيك باحترام يا زلمة. هيك واحد بيحكي مع الناس؟ تقي الله يا أخي، والله لسانك هذا ربما يكون سبب يدخلك النار والعياذ بالله. هذه الفيديوهات يلي سويتها من أسبوع، ليش هدول سويتهم؟ الأزمة يلي صارت في بريطانيا هنا بسبب نقص السائقين الشاحنات، أنا عندي وجهة نظر مختلفة، طلعت هيك ليش في أزمة سائقين شاحنات، شو السبب؟ ما عرفت. اجتني رسالة على البيت مكتوب علي من الدي في ال اي انه بتقول لي اذا انت ما عم تشتغل انزل اشتغل، واذا انت اوريدي في الشغل، اذا انت اصلا انت هلا عم تشتغل يعطيك العافية. هذا مضمون الرسالة. فرحت بحثت علي اونلاين، دخلت على موقع الحكومة كاتبين نحن بعدنا مليون رسالة من هذه النوعية للناس منشان تجي تشتغل، لانتم نحن عندنا مليون سائق. فانا قلت سبحان الله، في عندكم مليون سائق وعم تقولوا عندكم ازمة، ليش وين هالمليون سائق؟ اشو وسطهم؟ ليش ما عم يشتغلوا؟ فرحت انا سالت سائقين الشاحنات وسالت الناس وشفت بعض الفيديوهات على اليوتيوب لسائقين شاحنات عم يتكلموا عن مشاكل، عن مشاكل هني صارت معهم لحتى تركوا الشغل. ما هي المشاكل كلها كانت على 5-6 مشاكل فقط لا غير. فانا اختصرت المشاكل كلها ب3 مشاكل. فان شاء الله انا هلا بدي اذكر المشكلتين الباقيين، ولكن هذا توضيح مهم. انا حاليا ما اعطيت رايي ابدا، انا عم بنقول لكم اشو مشاكل السائقين الشاحنات هنا في بريطانيا، اشو مشكلتهم، ليش ما عم يشتغلوا. انا هذا نقلت نقل خبر، انا يعني مثل ما بيقولوا ساعي بريد. جون البريد بتعطي له ساعي البريد هالظرف اللي روح وصل لي اياه دليفري وراح وصله هو، ايش العلاقه؟ وانا نفس الشيء، انا نقلت خبر فقط لا غير. فانا اخترت موضوعين اتكلم فيهم. اول فيديو حكيت فيه انه يعني بالفعل اذا الدوله ناقصه سائقين شاحنات، يعني باختصار كنت مثلا عم بنتقد انتقاد بريطانيا عم بتقول نحن معتزين سائقين وعنا مليون سائق، نحن معتزين سائقين بس ما بدنا نعطي فيز للناس، نحن معتزين سائقين ولكن ما بدنا نساوي مثلا نسهل امور الاختبارات. هذا اللي حيرني. فهيك سويت انا فيديو ليش بريطانيا ما بيعازي الى سائقين. لو كان بيعازي حقا كان شافت هالمليون شخص اشو مشكلتهم، حلت لهم المشكله ونزلوا على الشغل. كان شافت مهاجرين الاجانب اللي موجودين على بلده تحل لهم مثلا ايش مشكلتهم، ليش ما بيحسنوا بيطالعوا رخصه قياده شاحنه. فانا ذكرت السبب انه عندهم اعاقه اللغه، اختبار النظر الى السائقين الشاحنات لو بيسووها بجميع اللغات هنا ايش بيصير، كثير من المهاجرين بيبدا بيساوي رخصه قياده شاحنه. فواحد بيقول لك انت ايش بتحكي، لازم تكون باللغه الانجليزيه حصرا. كهذه ايرلندا الشماليه، هي ايرلندا الشماليه هي المملكه المتحده، المملكه المتحده هنا سكوتلندا انجلترا ويلز ايرلندا الشماليه 4 دول. ايرلندا الشماليه بيساويها باللغه العربيه، مو بس باللغه العربيه، بيساويها بجميع اللغات. فهذا امر عادي واقل من عادي. هنا في سكوتلندا كان باللغه العربيه بس هلا وقفوه، مو هلا يعني وقفوه، من زمان وقفوه، من 7 سنين 8 سنين او اكثر شوي. كان باللغة العربية، مو بس باللغة العربية، كان بجميع اللغات كمان أيضا أنا في سكوتلندا. فيا صديقي المعلومات اللي أنا أعطيتها هي معلومات واضحة وصريحة وستريت فورد. إذا بريطانيا فعلا ناقصة سائقين، أول شيء بتروح للمليون شخص يلي بالأصل عندهم رخصة قيادة شاحنة، ليش أنتم عم تشتغلوا؟ أشو مشكلتكم؟ منحل المشكلة بيزلوا على الشغل. ما انحلت المشكلة منشوف المهاجرين هنا اشو مشكلتهم، يعني ناويين هن يسووا رخصة قيادة شاحنة، اهلا وسهلا، حطوها سوا بجميع اللغات، بيسووا بجميع اللغات. انا حفظت القوانين، طبقت القوانين، بدأت شغل تمام رائع. المهاجرين ما سووا رخصة قيادة شاحنة، شو بسوي؟ بسهل امور الفيزا. انا هذا كنت عم بحكيه بهذاك الفيديو. في ناس بالتعليقات تكتب لي هذا شو قال، انا ما بدي المهاجرين يجوا مشان ما ياخذوا عملي، ما انا كنت عم بنتقد ليش ما مصعبين امور الفيزا. سبحان الله سبحان الله. والله انت لو بتشوف الفيديو للاخير بتعرف ايش كنت عم بحكي انا اصلا. ما هو انا كنت عم بقول بنهايه الفيديو انت صعبت امور الفيزا كثير، اذا عندك بالفعل ازمه مثلا بالسائقين ليش تصعب امور الفيزا؟ بهالامر اللي صعبتوه الفيزا، في 27 شخص حصل على الفيزا فقط لا غير. هلا ما بعرف كم واحد قدم، ولكن الاخبار عم بتقول انه 27 شخص حصل على الفيزا. بريطانيا عم تقول عندها ازمه، شلون بتعطي فيزا بس ل 27 شخص؟ هلا حاليا يعني الرقم تغير، بس يعني نحن وقت تاريخ الفيديو يلي نزلته عم بحكي على تاريخ الفيديو اللي نزلته. انا الفيديو اللي بنزله حاول تشوفه للاخير، يعني انا معك وليس ضدك. الفيديو اللي بعده نزلته عن هذه المليون شخص ليش ما عم يشتغلوا،
هذه الاسباب اللي حطيتها هي ممول عندي، ولا هذا ما ابديت رايي، انا ما اعطيت رايي في الموضوع. انا سالت سائقين ثانيين، سويت مقابله مع ناس، قلت لهم انتم ليش عم تتركوا شغل الشحن؟ يعني شفت مثلا سائق شحني، انا بساله ليش الناس عم تترك الشغل؟ سائقين شحنات اللي بالشركه معنا، ليش انت بدك تترك الشغل؟ ليش انت رفقاتك ترك الشغل؟ من هذا الحكي اخذت معلومات، طلع معي 5 أسباب 6 أسباب رئيسية، فأنا اختصرتها ب3 أسباب. السبب الأول هو المصروف، المصاري قليلة، والسبب الثاني كانت القوانين، والسبب الثالث هو عدم الاحترام. فيا صديقي، هذه المعلومات اللي أنا أعطيتك إياها هذه آراء السائقين الآخرين، يعني أنا مثلا ما أبديت رأيي. على كل حال، أنا راح أعطيك هلا باختصار مفيد. في ناس لأنتوا عندي في التعليقات كتبت إنه نحن احترنا منساوي رخصة قيادة شحنة ولا ما منساوي رخصة قيادة شحنة. انا بعطيك اياها باختصار مفيد، ساوي، خليك عم تساوي، والما ساوي يروح يساوي. شغل الشاحنه رائع جدا جدا جدا، احسن من كثير شغل هنا في بريطانيا، تقريبا هو يعني يعتبر من الاوائل العمل هنا في بريطانيا يعني بالاستفاد. فانا كنت عم بحكي اراء السائقين الثانيين. ليش انا عم بقول لك ساوي؟ انا بالنسبه لي سائق الشاحنه شفت منه فلوس وشفت منه شغل مرتب حلو، بس ولكن لانه انا اخترت الشغل الكويس، انا اخترت الراتب يلي بيجيني، انا اللي اخترت العمل الحلال، يعني طبعا انا تحريت الحلال في الموضوع. في بعض الناس بيجيهم شغل يلا نطلع الشغل، انا بصراحه ما بسويها. انا بيجيني الشغل بسال هذا الشغل فيه خمره، هذا الشغل فيه خنزير شيء، هذا الشغل قديش الراتب، هذا الشغل من اي ساعه لاي ساعه، هذا الشغل اذا اشتغلت يوم السبت والاحد قديش بتعطيني، هذا الشغل اذا اشتغلت بالليل قديش بتعطيني، هذا الشغل اذا اشتغلت اوفر نايت شو بتعطيني. بسال اسئله كثير وبحط شروط كثير، بعدين بطلع اذا بوافق ولا ما بوافق. فهذا الشغل يلي انا وجدته بالاخير بيناسبني 100%، وصار لي عم بشتغل فيه تقريبا 4 أو 5 أشهر متواصلات، وهذا الشغل بيناسبني لانه الراتب كويس والشغل كويس والشركة كويسة. حلال أهم شيء أنا عندي هذا الحلال. أجاني شغل كثير بس ما بوافق عليه. أنا أجاني شغل شاحني ب 11 باوند، 10 باوند، بيروح حل عني 10 باوند. أنا طالع 10 باوند 11 باوند قبل ما أسوي رخصة قيادة شاحني. ما بدي أنا أشتغل ب 10 باوند، أنا دفعت 4000 5000، أنا سويت استثمار، أنا استثمرت مشان يجيني 10 باوند بالساعة. بقى لهيك أنا ما بشتغل. إذا أنت ما اشتغلت وغيره ما اشتغل هذا الشغل، شو راح يصير؟ راح يرفعوا الاجار. فانا صبرت، ولكن بالحمد لله وبالاخير نلت. انا كله هذا بعتبره يعني دعاء لاهل، الحمد لله دعاء الام الوالده، الله يحفظ لنا والدنا ويحفظ جميع امهات المسلمين ان شاء الله. فهلا انا خليني اذكر سببين سائقي الشاحنات بيتركوا الشغل، انا ما ذكرتهم بالفيديو السابق، وراح اعطيكم مثال عملي نجمع كل هدول الاسباب بهذا المثال. السببين الناس سائقين الشاحنات بيتركوا الشغل، السبب الاول هو الصحه، يعني انا سائق الشاحنه بيشتغل من 10 لل 15 ساعه، يعني يتراوح من 10 ساعات لل 15 ساعه عمل. طيب الشغل نحن ايش عم نشتغل؟ مثل ما انكم شايفين انا قاعد وعم سوق، بس بدأت شغل الساعة 2 بالليل، ولا الساعة 11، وأقل شيء بدي أنا 5 ساعات لخلص الساعة شغل. هلا حاليا صلي 9 ساعات بالشغل، أشو سويت؟ قاعد عم سوق بس. هالتسع ساعات بشرب باكل. طيب أنا صحتي زادت، هذه مشكلة، هذا سائقين الشاحنات عم يعانوا منها كثير، دوام طويل جدا، وزنهم عم يزيد. لا بقول لك يا أخي أنا صحتي أهم من كل شيء، كلياتهم عندهم وجع ظهر. أنا بداية الناس هلا صار ظهري يعني، أنا صلي لي 4 أشهر عم بشتغل متواصل على هاي القعدة، بلش ظهري يجعني أنا. لهيك أنا عم بحاول ساوي عمل آخر، مو لأنتو أنا بدي أترك الشاحنة للأبد، لا، أنا عم ساوي عمل آخر هو مدرب سواقة. صحيح مدرب سواقة كمان راح أضطر إنه أقعد بقلب السيارة ودرب الناس، يعني أنا عم بخطط إنه قلل شغل الشاحنة، مثلاً أختصره للسبت وأحد فقط لا غير، وباقي أيام الأسبوع أشتغل مدرب سواقة. أشو أجاني زباين؟ الحمد لله ما أجاني زباين كمان الحمد لله. هذا السبب الأول هو الصحة. فعلى هيك انا خططت انه انا اسوي شيء ثاني، مو لانه راح اترك الشاحنه، لا، راح اتابع بالشاحنه، راح بس راح اشتغل سبت واحد فقط لا غير. راتب السبت والاحد مختلف عن ايام الاسبوع، راتب راح يكون عالي، يعني راح يكفيني ان شاء الله خلال الاسبوع كله. طبعا انا ما عم بحكي انا يعني شخصيا، هذا عم بنقل الحكي للسائقين كلياتهم هيك عم بيقولوا. شو الحل؟ الحل مثلا الشركات تحط فيها نادي صغير. هلا انا هلا حاليا رايح على الازا، عندي حموله راح انزلها في الازا، خضار وفواكه. هذه الحموله انا بما تنزل بدها ساعه ونص بالضبط او ساعتين حتى تنزل. لو كان في عندهم غرفه
فيها مكانات. كنت انا دخلت على النادي يعني هاي الغرفه، دربت شوي، رقدت شوي لبين ما خلصوا الحمولي. طيب انا بهالساعتين هلا ما في عندهم مثلا هذا النادي، ايش راح اسوي؟ راح احط راسي ونام، يا اما راح اشطح ونام، يا اما راح امسك التليفون والعب في التليفون. يعني في حل. هلا السبب الثاني العلاقه الاجتماعيه، سائقين الشاحنات عم بيطلعوا مسافه طويله جدا، ما بتحسن بقارنا مع ناس ثانيين عم يشتغلوا شغل دوام 8 ساعات، عم يروحوا على الدوام 8 ساعات وبيرجعوا على البيت. سائق الشاحنة عم يطلع من 10 ل 15 ساعة، في سائقين شاحنات بيطلعوا 5 أيام في الأسبوع وبيرجعوا يوم السبت والأحد فقط لا غير، وفي سائقين شاحنات بيطلعوا أسبوعين ثلاثة، بيروحوا بيطلعوا بيلفوا بريطانيا كلها وبيرجعوا، أو بيطلعوا على أوروبا وبيرجعوا. في سائقين شاحنات بيطلعوا يومين ورا بعض وبيرجعوا، يعني أوفر نايت، بيطلعوا النهار بالليل ثاني نهار بيرجعوا. على كل حال انا كمان عم فكر انه اسوي اوفر نايت لمره واحده، انا ما سويت يعني ما سويتها، بس عم فكر انه اسويها لمره واحده بس منشان اسوي فلوج وشارك التجربه هذه معكم. انتوا اعطوني رايكم، بطلب من الشركه انه اسوي اوفر نايت؟ اذا انتم مهتمين اكتبوا لي تحت بالتعليقات، انا منشان ان شاء الله اطلب من الشركه لو بدي اطلع اوفر نايت اصور فلوج كامل ان شاء الله. هذا السبب الثاني هي العلاقه الاجتماعيه، ما في وقت مع العائله والاصدقاء. يعني سائق شحنه ما بيكون عنده اصدقاء او يقعد مع العائله. انا والله يعني صار هلا انا عندي ولدين صبي وبنت، والله عم اشتغلون كثير، يعني مع انه انا برجع على البيت كل يوم، بس يعني وقتي عم بيروح كلياته بالشغل اكثر بكثير من القعده بالبيت. حتى وقت كون انا متواجد بالبيت بكون انا عم بشتغل على اليوتيوب. اليوتيوب والله هلكني هلاك، يعني انا تعبت تعب باليوتيوب، وبالاخير بيجيك واحد تافه بيقول لي انت عم تتربح من ورانا. والله هذا الربح اللي بيجيني من اليوتيوب ما يدفع لي ضريبه المياه تبع البيت. انا سامحوني انا كنت معصب اليوم لانه اجاني تعليقات يعني والله بتخلي الواحد يعني يندم ليش انا عم شارك معكم معلومه. جزاكم الله خير، في كثير ناس رائعه جدا، تعليقات رائعه جدا، بس بتعرفوا انت واحد بيجي بيحكي كلمه بيسمن لك بدنك يعني بيزعجك. خليني اعطيكم هلا مثال، طبعا هذا المثال راح يكون مثال سيء، اللي انا بطلت انه روح ساوي رخصه قياده شاحنه، لا ساوي. نحن هلا عم نحكي لان انتم بشكل عام عم نحكي عن سلبيات الشاحنه، بكره ان شاء الله في المستقبل راح احكي عن الايجابيات، في ايجابيات كثيره والايجابيات اكثر من السلبيات. بس يعني نحن هلا حاليا بازمه سائقين، فقلت انه اتكلم عن الناس ليش تركت الشغل. المثال هو كالتالي، سائق شاحنه بده يشتغل 5 ايام برا البيت من الاثنين للجمعه، ويوم السبت والاحد راح يرجع على البيت. اذا هو عم يشتغل مع شركه مباشره راح يعطوه 11 او 12 باوند بالساعه فقط لا غير، ما يعطوه اكثر من هيك. هذه في الدوام النهار، الشغل بالليل 13 14 باوند بالساعه، تمام؟ هذا مع الشركه. اذا انت عم تشتغل مع الايجنسي بتزود باوند ونص على كل ساعة مثلا بالنهار. مثلا انا قلت بالنهار اذا عم تشتغل مع الشركة مباشرة بتشتغل 11-12، اما اذا عم تشتغل مع الايجنسي بتاخذ 12-13 هاي بالنهار. اما اذا بالليل اذا انت عم تشتغل مع الشركة مباشرة بتاخذ 13-14، اذا عم تشتغل مع الايجنسي بتاخذ شقد 14-15. هذه اسعار حقيقية 100%. طبعا انا اذا بعثوا لي شغل على 13 باوند انا ما اشتغله ابدا ابدا، كله 14-15-16-16.5. هذا بيختلف عن السبت واحد، السبت واحد بيعطوا 17-18 شيء. خلينا ناخذ مثال هلا على سائق شاحنه بده يطلع يشتغل 5 ايام برا البيت. اذا هو عم يشتغل مع الشركه مباشره راح يعطوه 11 او 12 باوند بالساعه، هذا اذا عم يشتغل بالنهار. ما هو اكثر شغل الناس تشتغل برا البيت، تشتغل بالنهار، ما بيرضوا انه يشتغلوا بالليل. مو هو السائق، الشركه ما بترضى انه يشتغل بالليل. ليش؟ لانه بالنهار راح يوصل طلبي، وبالليل الشركات راح تكون مسكره، وهو بيروح يحط راسه بينام، بيحاسبوه على 11 12 باوند بالساعه بالنهار. وقت يجي لليل هذا الشوفير وين راح ينام؟ انا بالفيديو السابق حكيت انه الشركه لازم تعطي مصروف لسائق الشاحنه. الشركه هي بتعطي كل يوم 25 باوند مصروف للسائقين اللي بيناموا برا البيت. هلا انا ما بنام برا البيت، ما بيعطوني مصروف 25 باوند او 26 باوند، هذا مصروف. فهمت علي كيف؟ وقت انا طلبت انه في مصاريف كثيره بالاستراحات، بالفعل انه في مصاريف كثيره الشركه بتتفهم، بس نحن مو بروح على البيت، بيقولوا لي انت لازم تجيب اكلك معك، على هيك ما بيعطونا مصروف. بس انا يعني عم بروح فيها على البيت، عم بروح فيها وقت جدا قليل. فهمت علي كيف؟ بس الحمد لله انا عم بجيب، انا بالنسبه لي بجيب من البيت، بس في ناس ما بتحسن بتجيب، في ناس عايشه لوحدها ما بتحسن بتجيب من البيت اكله وشربه. الناس اللي بتطلع بتنام برا، اللي بتشتغل 5 ايام او بتشتغل 4 ايام تروح تشتغل برا، بيعطوها 25 باوند مصروف. نحن عم ناخذ هلا نحن مثال سيء لنا في البدايه. هلا هو وين بده ينام؟ يعني لازم ينام بالاستراحه، المفروض يروح على الاستراحه على السيرفيس صف الشاحنه وينام.
بس الاستراحه قديش بدها تاخذ منه؟ بدها تاخذ منه 25 باوند او 26 باوند. طيب هاي مين بده يدفعها؟ هنا بيضطر السائق يدفعها. برجع بعيد بكرر، عم بعطيكم مثال سيء، في شركات هي اللي بتدفع. هلا انا شركه اللي عم بشتغل معها هي بتدفع، انا بدي اروح نام بالاستراحه بعد اشتغل انا اوفر نايت، وبعد اروح بالليل روح على الاستراحه، الشركه تبعي هي اللي بتدفع. هذا هي الشركة قالت لي هي بتدفع، بس نحن عم نعطي مثال سيء، وفي شركات كتير ما بتدفع. تمام، هذا السائق المصروف يلي أخذه 25 باوند راح دفعه للسيرفيس لينام بالسيرفيس بالاستراحة. في سائقين هاي ال 25 باوند ما راح يدفع، لأنه بدي خليها مصروف له، بدي يشتري فيها لأنه الأسعار كتير غالية بالاستراحة. شو بيساوي؟ بيروح بينام باللي باي. طبعا هلا نحن على الموتوروي، شايف هذا الخط على يسار الشاشه، هذا يعتبر امرجنسي لين، يعني خط للطوارئ، ما حدا بيسوق عليه ولا حدا بيصف عليه. بس بالكارج واي السائقين بيطلعوا على الكارج واي وبيقعدوا على اللي باي، بتحسب بالصف باللي باي. اللي باي هو كارج واي بيحطوا لك اياه مثل الامرجنسي، يعني تقعد فيه. على كل حال انا صورت صوره بالليل، ما بعرف اذا واضح ولا لا، بتلاقي السائقين كلهم صايفين ونايمين هنا. طيب هذا السائق اذا فاق بالليل بده يدخل على الحمام، ما في حمام، يعني هاي مشكله. بعض الشركات ما بتدفع. فهذا المثال السيء هنا سبب للناس انه تبطل تشتغل برا البيت، هاي واحد. اثنين، تترك العمل اصلا، تكره بالاخير وتترك العمل. يعني تخيل، يعني شوف عندك كم سبب. اول شغله الراتب 11 12 باوند، راتب قليل. ثاني شغله عندك النومي بالشارع. ثالث شغله عندك صحتك، انت ضليت 4-5 ايام ما ركضت ولا مشيت اصلا. رابع شغلي هي عندك انه اشتقت لمرتك واولادك او اصدقائك. خامس شغلي انت عم تعرض حالك لخطر، انت بخطر برا بالشارع، انت بخطر، لا تعتبر بامان وين ما تكون تكون. ما تتل بريطانيا انه امان خلاص دولة الامان، لا، في في حرامي كتير، في ناس بتقتلك علشان واحد باوند مثلا من الكلام، يعني انه في جرائم، في جرائم هنا في بريطانيا. فهذا هو المثال السيء لسائق الشاحنة، سبب ذلك انه يترك العمل. تمام، هلا كل سائقين الشاحنة مثل هذا؟ لا والله، بقول الحق لا مو مثل هذا، بس نحن حاليا هلا عم نحكي في السلبيات، فلا تاخذ كلامي انه شغل الشاحنة كله هيك. ان شاء الله بالفيديوهات القادمين رح نتكلم عن الايجابيات، وهذا الفيديو رح يكون اخر فيديو عن موضوع السلبيات، الا اذا صار في شيء جديد والشركات صارت توسخ اكثر، لا هذاك الوقت بنسوي فيديوهات غير هذا الموضوع. على كل حال هذا هو الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى انه يكون وصلتوا لهذه النقطه من الفيديو، واذا وصلت لهذه النقطه من الفيديو اكتب لي تحت بالتعليق انه انت وصلت لاخر نقطه من هالفيديو منشان اعطيك اللايك الذهبي لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وان شاء الله بنشوفكم فيديوهات جديده. باي ناو.